أنا بعطيك مثال بس عشان أوضح لك، إذا شفتي قدامك حلاوة ما عليها قطاش يحفظها والذبان متلايم عليها، وشفتي حلاوة ثانية عليها قرطاس ومسكرة عدل وما يبين منها شيء، أي وحدة تختارين؟ تختارين أم الذبان ولا النظيفة؟ أم الذبان ولا النظيفة؟ أكيد النظيفة، ما بي أم الذبان، شبي فيها. والبنت مثل الحلاوة، إذا كانت متحجبة فهي متغطية عن عيون الناس الغرب، واللي مو متحجبة فهي مكشوفة قدام الكل والكل يشوفها ويتمقل فيها. إي صح كلامك، ما بي أصير مثل أم الذبان. عافية عليك، ما حد يحب أم الذبان.